قبل ما تفضجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابونيو فلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزاد. الحمد لله اكتسبت واحد القوة اللي هي قوة خطيرة نقدر نطير. السلام عليكم متابعينا الكرام متابعي قناة ميديا ديزاد، خوتنا جيناكم في فيديو جديد وخبر جديد كالعادة، معكم خوكم شرف الدين. في هذا الفيديو يا خاوتي راح نحكيه على آخر مستجدات يعني البلبلة وما يحدث بين الجزائر وإسبانيا. كما على بالكم تصعيد خطير من قبل الدولة الجزائرية ضد الدولة الإسبانية تمثل في أنها قامت بسحب السفير، إضافة يا خاوتي إلى رفع سعر الغاز والبترول. الجزائر لا ولن تسكت أبداً على كل من يحاول الاستهزاء بها. إسبانيا التي كان لها قرار بأنها مع استقلال الصحراء الغربية الآن يا خاوتي دارت فرايها وقالت لهم بغي الحكم الذاتي في الصحراء الغربية، وبالتالي الجزائر تحركت بسرعة قصوى. قبل مشاهدة هذا الفيديو خاوتي كالعادة وصلوا 4000 5000 لايك، زكارة في كل الحاقدين على كل ما هو جزائري خصوصا الإعلام المخزني. الفيديو تاعنا يا خاوتي راح نحكيه أيضا على زيارة مرتقبة لوفد رفيع المستوى. نعم نحن نتحدث عن وزير خارجية أمريكا واللي هو بلينكين إلى الجزائر. هذا الخبر تناقلته مصادر عديدة يعني قنوات إخبارية وصفحات إخبارية عديدة بأن هناك زيارة لوزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين، وذلك في زيارة رسمية الأسبوع المقبل حسب ما كشف عنه موقع أكسيوس الأمريكي. وأوضح هذا المصدر أن زيارة بلينكين إلى الجزائر تأتي بهدف إظهار استمرارية التزام الولايات المتحدة بقضايا المنطقة، هذا ما يقوله الموقع يا خاوتي. ولكن حقيقة الأمر هناك عديد القضايا لفشلة أمريكا في معالجتها هنا في الجزائر، وذلك عن طريق نائبة هذا المسؤول. خكاما على بالكم باللي كاين زيارات كبيرة بزاف للجزائر في هذه الآونة من قبل أمريكا. إذا كانت الزيارة تاع وزير الخارجية الأمريكي بلينكين رسمية فسيكون ثاني مسؤول يا خوتي رفيع في الخارجية الأمريكية يقوم بزيارة للجزائر، وذلك في غضون 10 أيام فقط. توالي هذه الزيارات بهذا الشكل غير مسبوق من حيث الصفة والزمن له معنى ومحمول وسياق، حيث أن واشنطن تريد إيصال رسالة إلى السلطات الجزائرية يا خوتي. وزيارة بلينكين تعني بوضوح أن فشل نائبته قبل أسبوع في إيصال هذه الرسالة، يعني النائبة تاعه اللي جات قبل أسبوع ما قدرتش تقنع السلطات الجزائرية وما قدرتش تدي منهم وش راهي حابة أمريكا. يا وحنا الجزائريين عندنا برانسيب وعمرنا ما درنا حول القرارات تاعنا. هذه الأهداف الأمريكية ولا هذه المطالب الأمريكية هي عبارة عن مطالب يمثل الغاز موضوعها رئيسي. نعم الغاز يا خوتي، الغاز هو سبب هذه الزيارات، فواشنطن تريد تأمين حاجة شركائها الغربيين من الغاز، وذلك بسبب التعقيدات يا خوتي التي قد يفرضها أي تطور لمواقف موسكو أو لجوئها إلى استخدام سلاح الغاز. لذلك تعتبر واشنطن أن الجزائر يجب أن تلعب دورا على غرار باقي الدول المنتجة للنفط والغاز. وصفه بيان قمة الدول السبعة اليوم بإلزامية التصرف بشكل مسؤول وزيادة شحنات الإنتاج. أمريكا يا خوتي بكل بساطة أيضا تريد زيادة الضغط على الجزائر من أجل إعادة ضخ الغاز عبر الأنبوب العابر للمغرب لإسعاف الغرب في الأزمة الطاقوية ضمن تداعيات الأزمة الأوكرانية، وإقناعها بأن هذه الخطوة لا علاقة لها بالخلافات الجزائرية المغربية، بينما لا تريد الجزائر التصرف بشكل يصرف اقتصاديا ويفهم سياسيا في هذا الظرف الحساس على أنه تصرف موجه ضد موسكو. ولكن أنا على دراية يا خوتي أن الجزائر لن تتخلى أبدا عن موقفها أو قراراتها فيما يخص سواء إسبانيا التي غيرت في موقفها أو سواء بالنسبة للمغرب يا خوتي فيما يخص قضية
قطع الغاز، لأنه هذه الدول تعد خطوط الجزائر الحمراء، وكما على بالكم ليغلط مع الجزائر يخلصها غالية. المغرب الآن يا خاتي أكم تشوفوا الدولة القوية إعلاميا، الدولة اللي راهم ينفخوا فيها النشطاء تاعها إعلاميا بأنها دولة لا تهزم ودولة قادرة على شقاها، الآن إسبانيا وأمريكا راهم يضربوا على جالها، يضغطوا على الجزائر من أجل أن الجزائر تضخلها الغاز، وأمريكا جابتها لها بطريقة غير مباشرة بأن هذا المشكل تعنى الجزائر تمد الغاز للمغرب إلى أوروبا. قلت لهم كي شغل لا يندرج في إطار الخلافات بين الجزائر والمغرب، فهمتوا كيف؟ حبت بطريقة غير مباشرة تخلي أنبوب الغاز يعمل من جديد، ولكن صدقوني هذه في أحلامكم يا المراركة، ما راحش تشوفوا أبدا الغاز، راح تعانيه وتسوفريه سنوات وسنوات، وراح تصدق عليكم الدول الغاز. قولوا الأمريكا ولا كاش دولة أخرى تمد لكم الغاز. بلا ما ننساو يا غاوتي أن الجزائر بعدما خرجت واحد الكلام وإشاعات من السلطات الإسبانية وصحف إسبانية تقول بأن إسبانيا راح تمد الغاز للمغرب عن طريق الأنبوب هذاك المغربي الإسباني اللي كان قبل، يعني بطريقة عكسية، الجزائر خرجت في بيانات لها رسمية من قبل الدولة وبيانات شديدة اللهجة تقول لها غلطة تحياتك أنك تمدي لها الغاز. يعني الجزائر بكل بساطة غلقت عليكم جميع المنافذ، الجزائر عندها الغاز وعندها البترول والحمد لله، عندنا الغاز والبترول تسألونا. وراكم تشوفوا يا خاوتي الدول اللي عندها الغاز والبترول راهي كامل ما هيش تعاني من الأزمة الحرب الأوكرانية الروسية. لو نذهب مثلا إلى أوروبا راح تشوفوا يا خاوتي أنه بلانت ليسونس في فرنسا مثلا أصبح بمئة أورو، يعني ما يقارب 2 ملايين سنتيم بدراهمنا يا خودي، ويجي واحد مخزني يقول لك الغاز والبترول ما عندهمش حتى قيمة. يا ولدي راكم تسوفريو وانتم راكم تعانيو، يا عندكم المجاعة. أنا في حياتي ما شفتش في دولة يا خودي هجم الشعب تاعها على سوق شعبي وسرقوا الخضر والفواكه، ويجي يقول لك فيديوهات رانا شبعانين. يا وانت والله راكم تشفوا وراكم تعانيو وما كومش قادرين على شقاكم، كون جيتوا قادرين على شقاكم كون جيونا انتوما بطريقة مباشرة تتكلموا معانا مع الجزائر، تديروا مع لباليش حوار مع الدولة الجزائرية، بالك نحكيو بالك بالعاطفة، بالك تسمح لكم وتخلي شوية غاز يعدي ليكم، فهمتوا يا المراركة. المهم اخوتي الكرام خليونا انتوما رايكم في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.